السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم حل مشكلة عدم ظهور الصور والمقاطع في تويتر. يجيك رابط مكان الصورة او رابط مكان مقطع الفيديو وما تقدر تشوف الصورة الا تفتح الرابط. حل هذه المشكلة بسيط جدا. ندخل على الاعدادات وبعد كذا الاعدادات والخصوصية، وبعد كذا نضغط على العرض والصوت، وبعد كذا تحصل هذا الخيار مقفل هي اللي هو معاينات الوساط. كل اللي عليك تسويه انك تفتح هذا الخيار وراح تنحل هذه المشكله باذن الله. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بخدمتكم. مشكورين على المتابعه، فمان الله.